اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الإلغاء عند التجاوز على تطبيقكم تيليجرام. قم بالضغط هنا على تطبيق تيليجرام، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على البيانات والتخزين، ثم سوف نقوم بالضغط هنا عند التجاهل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء عند التجاهل. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.